رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية الدكتور مناف الموسوي ينضم إلينا. مرحبا بك دكتور مناف. يعني كيف تلخص لنا الحوارات الدائرة بين قادة الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة، وأيضا خصوصا بعد اللقاءات التي أجراها اليوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؟ تفضل. شكرا ست رويدة، وشكرا لزميلك الأستاذ ناطق ولجميع متابعي ومشاهدي قناة اليو تي في. يعني أنا أعتقد أن أجواء الانتخابات هي أجواء إيجابية، يعني وردتنا بعض المصادر يعني بأن هنالك اتفاقات أولية على يعني على عملية يعني على عملية اكتمال الرؤية لدى الكتل المتحاورة، واليوم هنالك يعني هنالك شبه اتفاق على أن يتم الإعلان عنه بعد على النتائج النهائية والتصديق عليها من المحكمة الاتحادية. هذا يشير إلى أن اليوم أن الخارطة السياسية بدأت واضحة المعالم، وبالتالي يعني قد تكون زيارة السيد مقتدى الصدر حل حالة الكثير من الأمور التي كانت ربما معقدة بعض الشيء. يعني أيضا إلى أي حد يبدو خيار حكومة الأغلبية ممكنا دكتور مناف، واقعيا في ظل التصعيد الذي تقوده القوى المعترضة على نتائج الانتخابات؟ طبعا هي القوى المعترضة معترضة على نتائج الانتخابات، مو معترضة على الحكومة حكومة الأغلبية، لكن أتفق معك يعني في الظاهر هكذا، لكن في الباطن هو الاعتراض على القوى يعني على حكومة الأغلبية الوطنية. يعني أنا أعتقد أن الموضوع ليس سهلا بهذا الشكل، خصوصا يعني مع وجود فواعل خارجية ربما مؤثرة وتؤثر على بعض القوى، وبالتالي يعني أعتقد اليوم أن المتظاهرين ومن يقف خلفهم يحاولون من خلال عملية الضغط السياسي، من خلال عملية ضغط الشارع، يحاولون إبعاد إعلان النتائج الانتخابية لأطول فترة ممكنة، باعتبار أن النتائج لا تخضع لتوقيتات دستورية، وبالتالي هم يخشون من إذا ما تم الإعلان والمصادقة على النتائج بالتالي يكونون أمام أوقات دستورية قد لا تسمح لهم أو قد لا تهيئ لهم المساحة الكافية لإبداء الحوارات، خصوصا يعني اليوم هنالك يعني هنالك حديث على وجود توافق على رؤية السيد الصدر وبرنامج التحالفي، وكذلك التوافق على البرنامج الحكومي. بالتالي أعتقد أن المصادقة على الانتخابات قد تسهل الكثير وقد يعني تعمل على حتى تسريع عملية الوقت. لكن دكتور هناك من يقول أن حكومة أغلبية بهذا الوقت صعب جدا. يعني أنا لا أقول أن الموضوع سهل، أي 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 موضوع أو أي حالة جديدة فيها تجديد دائما ما يعني تكون عرضة لمجموعة من الانتقادات، تكون عرضة للمحاربة، تكون عرضة للتشويه، وبالتالي اليوم نحن نتحدث عن عملية تغيير حقيقية في يعني في 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 شكل الأعراف السياسية. نتحدث اليوم عن تفكيك ل يعني لسياسات كانت تستخدم سابقا. نعم السياسات لم تنجح في إدارات الحكومات السابقة، وبالتالي يعني أيضا هي مرفوضة من قبل المواطن والمتظاهر الذي كان سببا في الذهاب إلى الانتخابات مبكرة، لكن بالنتيجة يعني لا يمكن الحديث سوى أن الموضوع ليس سهلا، لكن لا خيار سوى الذهاب الى يعني الى حكومه اغلبيه وطنيه بخلافه، معناه انه نحن نبقى على نفس الطريقه ونفس المنهج، وهذا يعني عوده المواطنين الى الشارع. لكن دكتور هناك من يرفض التفاوض جمله دكتور مناف، يعني بانتظار نتائج الانتخابات وما ستؤول اليه الظروف. طبعا
يعني هو هذا الكلام المنطقي، هو الجميع ينتظر نتائج الانتخابات والمصادقه عليها، وبالتالي بعد ذلك قلت ان هنالك اوقات دستوريه لا بد الالتزام بها، فبالتاكيد عمليه الالتزام بالاوقات الدستوريه قد تسهل ربما من الحوارات، وقد تسرع فيها باعتبار اليوم تكون الاوقات محدوده جدا، وبعمليه خيار رؤساء الثلاث رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، وأيضا عملية اختيار رئيس الحكومة. بالتالي يعني أعتقد أن إعلان النتائج سوف يكون عاملا محفزا لإكمال التفاوضات والتفاهمات والتحالفات، وبالتالي إكمال تشكيل الحكومة القادمة. نعم دكتور مناف، وعلى الرغم من الذي ذكرته الآن، أيضا هناك تحدي سياسي يواجه الفائزين والشيعية، وهو أن الأحزاب السنية والكردية مترددة أصلا في التحالف معها إلا بعد حسم الخلاف على نتائج الانتخابات. سيدتي هذا كلام غير منطقي بالنتيجة، يعني الأخوة الأكراد مثلا في 2018 جاءوا بمرشحين لرئاسة الجمهورية، الأخوة السنة في 2018 شاركوا بأكثر من 10 مرشحين لرئاسة البرلمان. اليوم الحديث عن أن لابد الشيعة يأتون بمرشح يعني متفق عليه، أعتقد هذا كلام يعني مو صحيح وغير مقبول. بالتالي حتى اليوم أنت تفضلت قبل قليل وقلت أن هنالك ربما حركات تريد أن تشكل قائمة طولية وتمثل معارضة إيجابية تعمل داخل البرلمان العراقي، وذكرت مثل الجيل الجديد في السليمانية وبعض القوى أيضا التشرينية التي يعني ترفض المشاركة بالحكومة. بعتقد هذه أيضا بادرة جيدة وبداية جيدة لعملية التحول إلى خلق آلية انتخابية حقيقية متمثلة بوجود حكومة مؤلات وحكومة معارضة. نعم، مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية الدكتور مناف الموسوي، شكرا جزيلا لك.